واخا انا راه بديت في ذوك الولايات ما بغاوش يبانو. السلام عليكم. اذا ما كنتي انا كنت تصور في الكاميرا ميد لا السلام عليكم مشاهدي شوف تيفي، مرحبا بكم معايا في هذا المباشر من نواحي ديال مدينه ميدلت، بالضبط في مدينه الريش. السيده اللي قدامي ولات كتعرض للهجومات، للضرب من طرف، على حسب ما كتسميهم هي، عصابه من طرف واحد السيد اللي قالت انه كيجيب الناس كيتعدوا عليهم باش ياخذوا ليهم الارض ديالهم. هذا الكلام ديالها اللي غادي نخليها هي تحكي لكم المشكل بالضبط، وكان منح كامل الحق في الرد بالنسبه للطرف الاخر، لكم كامل الحق في الرد. والسيده دابا غادي تحكي لنا شنو المشكل بالضبط، تفضلي. السلام عليكم، الله يجزيكم بخير. احنا مظلومين، نقول شي واحد يتدخل، راه عايشين في العذاب الشديد، راه ما كنعسوا لا بالليل لا بالنهار. راه هاد السيد تجيب لنا العصابه بالنهار وبالليل، دائما كيخلعنا. راه تضربت جوج مرات، تضربت للراس وتضربت للرجل. راه كنمشي عند الجندر راه في اخبارهم، والدرك الملكي راه في اخبارهم، المقدمين في اخبارهم، والجيران راه دائما تيسمعوا الصداع دائما. راه حيدنا المحول، يبسلنا الفيرما ديالنا، ما عندنا لا مندا لا والو. الرجل راه في الحبس، راه المهم الرجل يدبر راسو. الرجل راه راجل، غير يعطيونا حنا العيالات والدراري يعطينا اتساع. الله يجزيكم بخير. الا كان شي واحد اللي يدخل، راه عايشين في العذاب الشديد سنين، وحنا راه كيضربوا خويا جوج مرات، وضربوا ولد خويا مع صاحبه في وسط المحل في الدار. وانا عيطت لي واحد المراه ضربتني حتى انا للراس وفلاتني، كتقول لي شكون اللي دار هذا الخط. قلت لها علاش تسوليني يا الشريفه؟ قالت لك انا استاذه بغيت نشري الارض، تنقول واش هاد الارض تبعت ولا ديالكم. قلت لها استاذه راه هاد الارض ديالنا، راه غصنا فيها الشجر، تيقلعوا لنا الشجر، ما عرفناش شكون اللي تيقلع الشجر. تيتقلع الشجر مش حال من مره، ماشي مره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه. ولا اني قلت لها علاش تسوليني؟ قالت لك انا بغيت نشري. قلت لها ما تشريش الاستاذه، ما تعطيش فلوس كي راه غادي يمشيو لك. دابا دير شري فشي بلاصه. نتقال الراجل اللي جا معاها قال لي واش هادشي كلشي ديالكم؟ قلت له ايه هادشي كلشي ديالنا. عاود قلت له ودي ما ديالناش، ديال سيدي ربي، كلشي ديال الله. المهم دخلت عاود هي قالت لك شكون واش هاد الارض ديالك ولا ديال باك ولا ديال خوتك؟ قلت له ايوا الاستاذه، واش انت صحفيه ولا مخزن؟ قلت لها راه دزتي عاود الحدود ديالك. قالت لك لا راه ما نويت فيها والو. والمراه كضحك، ماشي كتخنزر ولا دايره على شي باش نعول على راسي. قالت لك راه غير تنشوف واش الارض ديالكم، واش صحيح هاد الارض، واش تباعت هاد البلاصه ولا حدكم. هذا النهار اللي تعرضتي فيه للضرب ياك؟ اييه. واخا الاصل ديال المشكل الارض. ايه الاصل ديال المشكل من امتى نتوما ساكنين في هاد الارض؟ والارض واش ديالكم؟ وشكون هو هاد السيد اللي جا ترملكم على الارض؟ واش ولد البلاد؟ واش براني؟ تفضل. هاد السيد ماشي ولد البلاد، هاد السيد براني، عنده شي ورق ونعرف واش مزورين واش. المهم هاد الارض ديال الاراضي ديال الجموع ديال القبيله، وكلشي استافد، وحتى كلشي ديال القبيله استافدوا، وحتى حنا بغينا نستافدوا بحال كيما استافدت القبيله، حتى حنا بغينا نستافدوا. وهاد الارض 18 عام ولا 19 وحنا عايشين هنا، وكان حنا اللي باشرناها. يعني فاش قسمت الجماعه خديتوا الوراق ديالكم وكلشي، الحدود ديال الارض وكلشي؟ الرخصه ما كايناش، داك التسليم كاين، ودازت هاد الارض للمحكمه، عندنا النسخة ديال الحكم. وهاد السيد غير بغى يتهجم علينا، بغى يحيدها لنا صحة. تنقول له سيدي لا الله يرحم والدين، بس حتى يجي خويا وتفاهم معاه، عطينا اتساع، حنا العيالات راه كتخلع عنا الدراري. قال قول الله حتى نرحلكم انا وشي ناس اخرين، ما بغيتش نقول السميات. المهم
هما غادي يعرفوا والله يجازيكم بخير الا ما تحيدوا لنا الظلم. البنات كيتخلعوا، مرت خويا كتخلع، الولد صغير 18 عام، وهو ملي مشى باه الحبس اللي مشى يخدم علينا في رمضان، مشى قال لك ندوز معاكم رمضان وين يحرروا علينا العيشه. راه الضرب والخليع لا في الليل لا في النهار. سرقنا المحول باش نسقيو هاد الشجيرات وهاد الفيرما، ما لقيناش راه يبسوها يبسات، راه كتشف العديان. عاود سرقونا التيو، قطعونا الشجر، واني ما قديتش نقول فلان ولا فلان. في واحد النهار جابني العصابه في النهار، اش هادشي كديروا دوك الدراري؟ قالوا لك واحد قال لك راه نكمل النهار ديالي ونمشي بحالي مخلص، راه مخلصين. ولينك يوميا كيجيبهم. واحد النهار جابوا لي داروا البراكه، صونيت على الدرك الملكي الله يجازيهم بخير. المهم هضروا معاهم، داك النهار ما داروش البراكه حيدوها، حتى قلت راه صافي مشاو راه لاباس. عاود نهار اخر قلت شي ايامات عاود جابوا البراكه وجابوا وداروها صحه، وجابوا نيت بزاف ديال الدراري، جابوا بزاف ديال العصابه داروا البراكه، داروا البراكه. فنقول السلام عليكم، فنقول مشيت للدارك تنقول له الله يرحم والدين. تنقول لهم الله يجزيكم خير، حيدوا لي البراكه راه ضرتني، راه تنخاف. دخل خلاص المخزن وريني حتى فات الفوت تضربت، وعاود جاب لي العصابه، وعاود جاب العصابه. واحد النهار نيت جهات السيد اللي كيجيب العصابه في وسط الحوش ديالنا فاش نربطو البهايم حاشاكم، انا جيت انا ومرت خويا من الفدان دخلنا البهيمات باش نسدوهم. انا سديت العوده ووقفت، هي مازالت تدق الوتاد ولا سميتو، ايوا ها شتو راه مورا الحيط. قلت لها هربي هربي، هو جاي حاشاك، ما حيدت عليكم ستر. ما قديتش نقول هاد الهضره، لا حول ولا قوه الا بالله، وحيدنا السروال. وهذاك الاخر جاب الموس وهربنا، ملي هربنا جاب الحجر كيضربنا، خاصني في الرجل. مشيت عند الجندر قلت له ما ودي راه ضربني، راه تعدى علينا. راه واحد النهار اخر عاود جاو جوج اخرين تهجموا علينا في وسط حدا الباب ديالنا ديال البهايم، هو كيتغوت المرات كتقول لهم عطيونا اتساع عطيونا اتساع. انا ضربني حيد لي قاع الدره ونفني، وضربني بالرجل تحت، لقيت داك الوتاد باش نسدو البهايم ضربته برجلي. راه لا حول ولا قوه الا بالله. وكيقولوا لي كيدو يقولوا لي راه خوك مشى للحبس، وراه غادي نتبعوك انت حتى انت للحبس، غادي تمشي مع تخلطي على خوك، وراه حتى ولد خوك غادي يمشي. ولا شوفوا لنا شي حل الله يجازيكم بخير، راه مظلومين وعايشين في العدم. واخا فاش كان التقسيم ديال الارض ياك من طرف الجماعه، فاش تقسم الارض عطاوكم الورقه ديال التسليم بالحدود؟ القسيم ما تقسموش كاع عندنا الارض، قربين ما قسموش كاع الارض، بحال تيعطيوك الجماعه تيديروا لك التسليم كتمشي كتشدوا الورق. اييه كنشدوا الورق، عندك الورق ديال التسليم؟ كاينه عندنا، كاينه عندنا الحدود في الورقه، كاين الحدود في الورقه. المهم راه عندنا الوراق ديالنا وكلشي، وهو قال لك عنده الوراق، وهو ما اصلا ماشي ولد البلاد، جا غير براني، غير براني. راه من داوي الحقوق حنا البلاد ديالنا، وهو ماشي ولد البلاد. جاب الوراق ديال شي فداد عندهم ما نعرف فين جابهم، ولا الدار راه ما عندوش، الا بنى ديك الدار الا ساعدته القبيله وصافي. هو دابا باني حداكم بعيد علينا، راه ما قربش كاع عندنا، غير هو اللي كيتهجم عندنا. اخر اعتداء من طرف داك الناس قلتي ليا في الثاني ديال شهر 3 ياك، كنظن الورقه في 19/3 ياك، 19/3 فاش تضرب، فاش ضربتني المراه وراجل. وما عقلتش على التاريخ داك النهار، فاش ما بقيتش ندير شيكات، كندير شيكات تندير شيكات حتى عيا داك النهار صافي كانت تضرب ولا كان. المهم تيقولوا لي الهضور الخايبين، ما كندير الشكايات، حتى مشيت للدار عافاكم الله يرحم والدينا ما تحيدوا لي راه البراكه اللي دارت لي المشكل. راه كل راه الجيران سولي الجيران، هما دو الجيران سوليهم الله يرحم والدين، الا انا كذبتها الجيران كاينين تيسمعوا الضجاج دائما دائما الغوات، والبنات كيتخلعوا.
خفت على راسي وخفت راه لو كان حتى الموت يدير فيا الجنوي هكا ويقتلني راه حتى اللي كاينه، ولا ان الشرف والشرف ديال البنات راه خفت عليه. وما شي ناس اللي تقولي راه تفهمي معاهم راه هادو كيخلعوا، راه كياكل الريحه ديال القر تنشموها في رمضان، راه لا حول ولا قوه الا بالله. فين هاد الاسلام؟ فين هاد الانسانيه؟ الله يهدي ما خلق. من الصبح عطاونا غير اتساع نشوفو فين الا كان شي مشكل مع بينهم وبين خويا، حتى يجي خويا اش بغاونا حنا؟ اش بغاونا؟ يعني هما قلتي كيستغلوا الغياب ديال خوك باش يجيو ليكم نتوما العيالات؟ ايه كيستغلوا الغياب ديال خويا. راه قال لك جيبي رجال، حيت جاب العصابه قال لي جيبي رجال، قلت له ما عندنا رجال اللي يدابزو. قال لك ويلا بغيتي العيالات غادي نجيب لك العيالات، غادي نجيب لك العيالات باش لا غد ليه تضرب الناس. ودايما دايما دايما التهديد، دايما التهديد. جا واحد المره جاو بالليل سمعت خلاص الكلاب، ما مني ما نطش ما طليتش، حيت فقت الصباح لقيت الشجر تحيد والتيو باش تنسقيو الماء راه حيدوه وداوه. رديت الشجيرات اللي قلعوا اللي ما هرسوش رديتهم غرستهم عاود والتيو مشى. صافي قلتي وراه ما غاديش يعاود يرجعوا. جيت ما درتش الشكايه، واحد النهار اخر عاود واحد النهار ما جاوش لا غد ليه عاود جاو. هما دي جاو في اللي 12 و15 دقيقه. سمعت عاود حشاك الكلاب تاين بحوت، طليت في الشرجم تنلقى ثلاثه ديال الرجال. وفيقت مرت خويا وفيقت البنات، خفت الحجر لا يتخلعوا لي البنات. قلت لهم فيقوا فيقوا حتى جلسوا. تنصوني على الجندر في النمره ديال التليفون ماشي ديال. قلت له عافاك الله يزيدك بخير الشاف، الا ما تعتقنا راه حنا راه العصابه حدا الباب، راه حتى يضربوا يا خويا جوج مرات وضربوا ولد خويا واحد المره هو وصاحبه، وراه خفنا غير على البنات وخفنا على روسنا. الله يزيدكم بخير. المهم ما جاوش الدرك، قطع عليا ولا ثلاث تعبيه ما نعرف، ما جاوش الدرك. صونيت ديك بيب اللي عندي، كان بيب على خويا راه داه النعاس بحره باش فاق، عنده سيرفيس بحره باش فاق. المهم صونا عاود على خويا اللي كاين في بوخلوف هنا، جا خويا بالموتور صونيت على الجيران، شديت النماري عند الجيران راه تنتهدد، شديت النماري عند الجيران قلت لهم غير تفكونا. ايه الله يرحم والدين، عطوني النماري عطوني النماري الجيران الله يجزيهم بخير. حيت المهم صونيت على الجيران صونا خويا على هذا. المهم جاو هذوك العصابه خلاو الطوموبيل ولا الموتور ما شفتهمش، ما شفتش زعما اش جابوا ما في الليل، خلاو اشعلوا غير واحد البوله، ما نقول لك الموتور ما نقول لك الطوموبيل. قلعوا الشجر داك النهار التالي قلعوه وهزوه ما خلاوش. المهم شافوا الضو ديال الموتور ديال خويا راه جاي جاي ومشاو هربوا. البيب اللي عندنا صونيت على الجار قلت له عافاك تنبيبو نقطعو نبيبو نقطع، حتى عاود صونا قال لك واش هانيه تتصونيو عليا في الليل. قلت له الله يرحم والدينا راه العصابه حدا الباب. المهم جاو الناس وجا خويا هربوا، وكان غوت في الشرجم باش يسمعوني حتى مالين الصاصين. اعتقول روح عباد الله، اعتقول روح عباد الله راه خفنا على روسنا، وما الشجر الا بغاو يقطعوه يقطعوه. ما جا حتى واحد، حتى جا خويا عاد جاو هذوك الناس مشاو هربوا ما بقاوش. فصافي ما حيرش صافي كيجيبهم بالنهار، ما بقاش حتى يجلس حتى الليل تيجينيش بالنهار. هما في الوراثه ندير الشكايه ما عرفتش لمن غادي ندير الشكايه. واحد النهار جا قال لي راه انا فلان راه غادي نرحلك، راه غادي نرحلك من هنا. قلت له ودي خلينا في اتساع حتى يجي خويا وتفاهم معاه، انت راجل راجل لراجل ماشي اش بغيتي العيال. قال لي دابا اللي لقيت الفرصه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. عدت تنحتي واحد النهار راه ريضوهم الدرك ديال الملكي على البركه نسو شي ايامات وعاود جابوها داروها. والعصابه كتزيد وكتكثر، كتزيد وكتكثر كل مره كتكثر العصابه. كيجيو يسقيو لنا الماء في الروبون وكنتفرجوا فيهم ما قديناش نهضروا، يجيو يتساراو هنا تيدورو حدانا نيت ما قديناش نهضروا، كنشوفوهم وكندخلو تنسدو الباب نقولو من الصب غير باين مكيسوناش، هما الحجر في الليل تي كيسمعو الجيران الغبوات. وها الجيران سوليهم الله يرحم والدين، سولو الجيران تشوفو واش انا كنكذب ولا ما كنكذبش،
راه عايشه في العذاب، لا ينال ولاد خويا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. اشهد المنكر. الله ينصر سيدنا، الله ينصر المخزن، الله ينصر، الله ينصر الحق، الله ينصر الحق، الله ينصر سيدنا. وله الا كاين شي واحد اللي يدخل الله يزيد يكون بخير هاد الحاله اللي فاش عايشين، راه العذاب، راه الموت حسن من هاد العيشه. رحلوا لنا في دارنا ومشينا عند البهايم باش نكونوا في الامان، باش نكونوا عند الجيران. هاد الدار شويه مترفع، واخا تغوطي حتى تعيا وما كاينش اللي يعتق. مشينا عند البهايم نعسو حدا البهايم، نعسو في الكوري، نعسنا في الكوري ديال البهايم والريحه ديال الغبار. تنقولوا اللهم الريحه حاجه ديال الغبار، ولا العصابات تهجم علينا في الليل. في النهار وما حيرينش، في النهار وما حيرينش. شحال ساكنين هنايا في الدار؟ كنا بستة، جوج بنات وانا مرت خويا وجوج دراري. وحده كتقرا في الخامس، وحده كتقرا في التاسعة، والدري الصغير كيقرا في الثالث. الكبير عنده 18 عام، راه كيخدم. راه عطينا له المسؤولية قبل ما عطينا الدري المسؤولية قبل ما يوصلها. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوا هادشي اللي كاين. الا بغيتي تسولي الجيران، الله ينسى سيدنا، الله ينسى المخزن. حيت هاديك ساعة بالراكات نسول فيها كاش مكارين، نقولو لي كاس المخزن. الله ينسى ديري انت ربي الفولار ديالك، الله ينسى الجيران. نقولو لي كاس المخزن تاع بالراكات، نسى تلقى داخل غير تلقى داخل غرسن، تلقى داخل غير تلقى داخل هذا داخل غير هذا غرسن. ولا اني الله ينسى سيدنا، الله ينسى، الله ينسى سيدنا، الله ينسى المخزن، الله يكافينا. غرسني كمل ربي سيرفيس بخير وعلى خير، كمل شكون خما دايت من نانشا. الله ينصر المخزن، الله ينصر القانون، الله ينصر سيدنا. إذا هاد المخزن كساخت هاد البراكات نزول فاقيش مكارين، نقول دان كان دان تفرحتنا. إوا الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. والجندر قلت لي كانوا تدخلوا لهاد شي مرات باش ما باش ما تديرش البراكات، دخلوا واحد المرة جاو دخلوا وريضوهم ومشاو جمعوا داك الشيء. واحد النهار عاودوا، عاودوا رجعوا داروا هاني الصحة، بناو البراكة، بناو البراكة بالسيمان. قد كاينه الا بغيتي نوريك البلاصه. لا غير قولي لي انت واش قريبه للدار، زعما واش حداكم واش فين؟ لا لصقوها نيت الحيط ديال الحوش تاعي، قربوا لنا نيت البركه، قربوها داروا لصقوها في الحيط ديالكم ديالنا. وتيقول لك هذه ارضي، هذه ارضي، الا بغيت غادي نموت هنا. الا بغيتي تجيبوا لي قتلنا، قلت له حنا ما كنقتلوا عباد الله، عطينا غير اتساع. تيقول له الله يرحم والدين، الا عندك شي مشكل حتى يجي خويا، ماشي تخلي الراجل حتى مشى للحبس وتجي تهجم على العيالات، راه حشومه. يقول لك انا غادي نديها صحه، هذه الارض ديالي، غادي نقتلكم هنا الا ما بغيتوش ترحلوا. خويا تشد على الشيك، تنقول له واش عطيتي الشيك ديالك لشي واحد؟ تيقول لك تسرق لي. يقول لك لو كان عطيت الشيك لشي واحد نقول لكم انا عطيته. وهذا السيد اللي عطى له الشيك، اللي دفع له الشيك، قال له راه شريت عنده الفيرما. وهذا السيد اصلا دار به شيكايه خويا بعدا بين، راه ضربو كان في ديك العصابه فاش تضرب خويا، ما عرفتش شحال، واش 2013 واش 2016، وعلى حقاش تضرب جوج مرات، اما 16 اما 13. المهم هذاك السيد راه دار كان في الشيكايه، وحيد جا قال له راه باع لي هذا السيد هاد الارض نيت فاش ساكنين دابا. قال له زعما وانت تشري الارض وتعطي له 70، قال له عطيت له 70 مليون. قال له راه غادي يعطيك الارض نتا وتشد 70 مليون، راه صافي كل واحد يمشي بحاله. قال له راه عطيت له، عطاني الشيك درت معاه حتى تخضر الفيرما، حيت في الاول غير عصي حنا اللي باشرناها، حتى يكبر الشجر عاد يعطي يخرج لي الفيرما ونعطي له الشيك ديالو. دابا قال له راه ما بغاش يكتب لي، ما بغى يرد لي الفلوس، حنا جي 70 مليون ما شديناها، السيد غير تيكذب علينا، خليناه لله. نهار عرفة عاود ضربونا الول فوسط المحل، تيجيبولنا العصابة ياد، ماشي مرة ماشي جوج، ضربوه فوسط المحل هو واحد صاحبو كيسقي بالليل، ما حس بالعصابة حتى تهجمات عليه وبالجماوية، غير ما قتلوهمش الحمد لله. هرسو الطوموبيل، قطعو الشجر شحال من مرة، عاودو قطعوهم
ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي كاين كان رفعوا دعوى عليهم ولكن ما كيخليوش الدليل. المحكمه تقول لك الشهود، الشهود واخا كاينين واش تيتهددوا واش ما نعرف ما كيبغيوش يشهدوا، كتقيدي الشهود حتى يمشيو تقول تينكروا تقول لك ما شفنا والو، تيخافوا الشهود ما كينكروا والمحكمه راه تقول لك خص الشهود خص الدليل، الدليل ما كيكونش طيب يضربونا بالتخبيعه ما كيخليوش الدليل. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوا هادشي اللي كاين.